بفضل الله ونعمه لم نسمع أن أحدا من أهل الإسلام انتحر في مسجد من المساجد إلا فيما ندر والنادر لا حكم له، لكن نسمع آلاف بل ملايين من الناس انتحروا عند الملاهي والمراقص، وما يدعي هؤلاء من أسباب السعادة في الدنيا، لأنهم سخروا هذا البدن في غير ما خلق له. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه، والإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى استراح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى إن الباطل كان زهوقا.